لاحظ الكتاب المقدس بيتكلم عن ثنائيات، لا تكنزوا لكم كنوز على الأرض بل اكنزوا في السماء. فأين هو كنزك؟ هل في السماء أم على الأرض؟ حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك. ثم بيتكلم عن الجسد النير والجسد المظلم، العين البسيطة النيرة والجسد المظلم أيضا. وهون أحباء بيتكلم عن طبعا من هو سيدك، هل الله أم المال؟ فإذا إخوتي وأخواتي، الله أم المال؟ كل سيد لازم ندرك إنه كل سيد عنده مطالب، ما فيش شيء اسمه رخيص. هاي المطالب لازم توفيها، وكل مطالب طبعا إذا أنت تابع الله بتتعارض تمام مع شو بيطلب العالم أو محبة المال. شو بيطلب؟ إذا أنت تابع للعالم محبة المال فأنت كل المطالب كل الأمور بتكون مركزة على العالم وأموال هذا العالم. يقول الكتاب المقدس محبة العالم عداوة لله. احنا بنعرف ان الشاب الغني أحب ماله أكثر من إلهه فمضى حزينا. في العهد القديم بيتكلم عن قصة إيزابيل الملكة وأخاب الملك الشرير، عن نبوت اليزرعيلي، مع أنهم يمتلكون كل الأرض حطوا عينهم على حقل صغير والنتيجة كانت خطيرة، إنه دفعوا ثمن أنهم ماتوا طبعا أمام الرب. أين المال؟ أين الجمال؟ أين الحقول؟ أين الممتلكات؟ كلها فانية أحبائي، كل هذه الأمور تاركينها في هذه الأرض. فالبغضة والمحبة ضدان، كذلك الملازمة والاحتقار أيضا. ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل.